اللي شافكم في الخسران ما لازم شاي يسكت حمادة غادي في الخسران حمادة. موضوعنا اخوتي اليوم هو جينا ان شاء الله باش نقنعوا اي ملحد واي ملحدة بوجود الخالق عز وجل. ما من امام ما نفقي ما عالم، ولكن عندي عقل وكنميز وكنشوف وتنعرف. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اخوتي وخواتاتي، مرحبا بكم في نهار جديد وموضوع جديد. موضوعنا اليوم غادي يكون حول الالحاد والملحدين. اولا الشكر الجزيل لاي شخص وضع ثقته في هذه القناه، شكرا جزيلا. الا ما مشتركش حاول دير لنا اشتراك، ما تنساوناش بلايك، ما تنساوناش بالتعاليق ديالكم، تعاليقكم تحفزونا وارائكم. كيف كنعرفوا اليوم اخوتي يعني ما يقرب مليار شخص ملحد، يعني ربع سكان الارض ملحدين، ما عندهمش ايمان بوجود الاله الخالق عز وجل، ما تيأمنوش يعني بوجود الاله، ما تيأمنوش بقصة ادم وحواء، ما كيأمنوش بكثير من القصص الدينية اللي موجودة في القرآن الله الكريم، وتيأمنوا بالانفجار العظيم The Big Bang. يعني حتى الدين غير تقاليد ورواسب قديمة، وزيد قضية تطور القير ديال الإنسان، وكثير من هاد يعني قلة العقل، ولا كيف كنقولوا الإنسان ما محكمش عقله، ما تيشوفش. الإلحاد ولا معنى الإلحاد؟ الإلحاد هو يعني الميل عن القصد أو عدم وجود إله، يعني عدم وجود خالق. ويعني في وكاين كذا الأنواع في الإلحاد، يعني كاين الملحد وكلهم يعني كلها علمانية وكلهم علمانيين، كاين الملحد وكاين الربوبي وكاين اللي ما دارش لا أدري. الملحد يعني منكر تماما لوجود الإله، والربوبي يعني تآمن بأن كاين إله، ولا أدري يعني واقف ما بين الأمرين، ما عارفش مسكين، ما عارفش شنو كاين، ما عارفش شنو واقع، ما مصدقش الحقيقة ولا تايه. وهاد الأنواع الثلاثة اللي قلنا ديال الملحدين يعني فيهم عدة أنواع، يعني مسمين أنفسهم يعني الإنسانيين. شوف غير هاد الكلمة سبحان الله، إنسانيين يعني كلمة مأخوذة من الإنس ولا إنسان. ورجعنا لقرآن الله الحكيم وما خلقت الإنس والجن إلا ليعبدون. مهم عليناش كاين الانسانيين، تيقول لك الانسان هو اللي طور نفسه بنفسه، ما كاين لا ملائكه ولا اله، يعني الانسان هو اللي مسيطر في الكون، هو اللي طور نفسه بنفسه. يعني وكاين لا ديني، يعني كيامن بوجود اله ولكن لا علاقه له يعني بهذا الخلق اللي خلق سبحانه وتعالى، يعني احنا غير سارحين في الارض هكاك، غير بوحديتنا نزلنا هكاك بوحديتنا سارحين في الارض. وكاين الطبيعي اللي تيقول لك حنا من الطبيعه، حنا من الطبيعه، شكون سقانا وشكون لاح البودره ديالنا واش ما نعرف، يعني حنا هكاك طبيعيين جينا وخلقينا. وكاين اللاأكيين، هاد اللاأكيين هما سيدي اللي يعني علمانيين تيفرقوا الدين على الدنيا، يعني هو تيصلي هو في المسجد يصلي يدي الواجب، ولكن ملي يخرج من المسجد التي يفرق الدين عن الدنيا. وكاين الهاربين من قيود الدين، يعني ما تشربش الخمر، ما تسكرش، ما تمشيش مع البنات، ما ديريش الحجاب، يعني بزاف د القيود. ولكن انت يا اخي ويا اختي الملحده والملحد، عمركم يعني الانسان تامل ولو غير في خلق الله سبحانه وتعالى، ولا غير في جسم الانسان؟ الانسان يتامل غير في جسمه، يعني يمكن لك تبدل اي حاجه فيك، يمكن لك تبدل كبده، يمكن لك تبدل رئه، يمكن لك تبدل قلب، ولكن حاجه واحده سبحان الله اللي ما كتبدلش وهي الروح، روح الخالق عز وجل اللي كتسري فينا، يعني هذه الحاجه ما كتقدرش تبدل. يعني العلم والعلماء
حالوا في هذه القضية ديال الروح اللي ما ليها لا صوت ولا صورة، ما كتشاف ما كتسمع، لأن روح الخالق سبحانه وتعالى. يعني هذه الروح راه ما جاتش غير صدفة هكاك، ولا تطورت كتطور العقل ديال داروين ولا نيوتن اللي نزلت عليه تفاحة جبدنا الجاذبية. هذاك موضوع آخر، موضوعنا ماشي هو هذا. موضوعنا أخوتي اليوم هو جينا إن شاء الله باش نقنعوا أي ملحد وأي ملحدة بوجود الخالق عز وجل. ما من إمام، ما نفقي، ما عالم، ولكن عندي عقل وكنميز وكنشوف وتنعرف. أولا غنبداو بالناس اللي كتآمن بالبيج بانج، يعني بالانفجار العظيم. نتبعوهم في كلامهم، وكيف كنعرفوا ما كاينش انفجار كيجي عبر الصدفة، يعني ما كاينش انفجار تيجي غير وحديتو هكاك كينفجر، لا دائما كاين وراءه شي حاجة، يعني كاين المادة المفجرة اللي غيشعل الشرارة الأولى، يعني بحال هاد المسائل. يعني كيف قلنا ضروري من شخص اللي غادي يكون وراء هاد الانفجار، وراء ترتيبات هاد الانفجار، اللي يعني هو اللي غادي يكون محض الشراره الاولى اللي غادي توصلنا باش ينفجر داك الانفجار. وبحق الله عمركم شي انفجار شفتو شي انفجار تينفجر وتيخلي من وراه هاد التنظيم وهاد النظام اللي كاين في الكون حاليا، ولا كيف خلق الله انفجار ديما تيخلي من وراه غير الدمار والخراب. ما عمرش انفجار تيخلي من وراه هادشي منظم ومرتب كيما نظمو ورتبو الله سبحانه وتعالى. اذا كيف يعقل هاد البيج بانج ما خلى من وراه لا دمار ولا خراب؟ يعني هادي مسألة بلا ما نحاولو نناقشو فيها، هادي مسألة باينة، يعني لا بلا ما نتغابو. الجواب الثاني، نشوفو الناس اللي كتآمن بأننا حنا جينا عبر الصدفة. نتأملو هاد الكتاب أولا. واش كتامنوا بان هذا الكتاب جاء عبر الصدفه غير هكاك، وبان هذه الالوان جات من السماء وشكلت هذه الصور الجميله، وحتى الكتابه تكتبات نفسها وشكلت هذا الكم من العبارات والجمل والارقام من تلقاء نفسها؟ أيعقل ذلك؟ لا، غتقولوا لي لا، كاين اللي كتب النص، وكاين اللي يعني مطبعه، فين تطبعوا الاوراق، فين تصاوب هذا الكتاب حتى كيوصلنا بهذا الشكل اللي كنشوفو. اذا من الغباوه باش نفكروا باننا حنا جينا عبر الصدفه غير هكاك. راه ما يمكنش شي حاجه كتجي غير هكاك، ما يمكنش. اذا انت هذا الكتاب وهذه الالوان وهذه الاوراق وهذا كل شيء جا غير عبر الصدفه، يعني هذا نزل هكاك، جا غير هكاك ونزل. لا، راه كاين كاتب اللي كتب النص، كاين اللي صور تصاور، كاين اللي طبع الوراق، كاين اللي جاب الوراق، كاين اللي طبع داكشي على الوراق باش وجدنا كتاب هكايا. إذا من الغباوة باش نفكرو ولا نحاولو نقولو حنا جينا عبر الصدفة. الجواب الثالث هو حول الحمد النووي لدين. الحمد النووي، هذا الحمد النووي كيف كيعرف الكل، هو الرمز الحيوي عندنا، وهذا الرمز كيتالف من جوج ارقام اللي هما 0 و1. هذا الرمز اللي فيه جميع المعلومات علينا وشكون حنا، وهو اللي كيخلينا كيف حنا دابا من جميع المخلوقات الحيه. اي مخلوق حي عنده الحمض النووي الخاص به. هذا الحمض داير بحال شي كتاب، يعني عامر بالتعليمات. يعني في كل مره جسمك ولا جسم الانسان ولا الجسم الكائن الحي كيبغي يصنع شي حاجه فيك ولا في ذاك الجسم، يعني ضروري ما كيرجع للادين، يعني ضروري ما كيرجع لكتاب تعليمات الحياه. من تماك غادي ياخذ شنو غادي يدار. الكتاب اللي كيحتوي على 3.2 بليون حرف وكيسميوه كتاب تعليمات الحياه،
يعني الحمض النووي كيتكون من مولوتات اللي بدورها كتعطي تعليمات للخلايا بما يتعلق بكيفية نمو الجسم. واش كتعرف حمضك النووي الى مديناه على حسابهم هما، يعني راه يوصل للشمس ويرجع عدة مرات، هادشي على حساب اللي عطينا لالا النازا، فهمتي، ما بين الارض والشمس. يعني الحمض النووي اللي فينا يقدر يوصل حتى شوش حد المسافه ما بين الارض والشمس، يقدر يوصل حتى للشمس عدة مرات الي روتور. يعني هذا الكتاب شامل لكل شيء، كيرشد الخلايا كيف تنمو وتؤدي وظيفتها، والموروثات ديالنا هي اللي كتحدد لون البشره، لون العينين، لون الشعر، الطول والقصار، الريش، طيور والوانها، سواء كنا بشر او اسماك او حيوانات، حشرات، نباتات. فهذا الكتاب مدهش من حمضنا النووي، سبحان الله. اذا ما رايكم بشخص كيامن بكتاب تصنع من لا شيء ويصنع عيون بشريه بالوانها وعيون مخلوقات اخرى بالوانها، والاشجار والطيور والزهور والجيره والكلاب والقطط والفيله، وكل كائن عنده حمض نووي الخاص به، ومعقد للغايه ومحير للعقل. يعني المحتوى ديال الدين يعني هي معلومات محدده، ما كاينش فيها الزياده ولا النقصان، سبحان الله. عن نقطه عن نقطه، بحال المعلومات اللي في الكتاب ولا الكمبيوتر، من القضيه فيها كمبيوتر اذا فيها برنامج بروغراما، واذا اذا كان هاد الكمبيوتر فيه برنامج راه كيطلب مبرمج اللي غادي يبرمج هاد الكمبيوتر باش نخدمو فاش بغينا، ولا اي حاجه غنحتاجوها في هاد الكمبيوتر. اذا هاد الكمبيوتر راه ما جاش وتصنع حتى هو بوحديته، ولا داك البرنامج اللي فيه اللي كنستعملو، ولا اي حاجه كنستعملوها راه جات ونزلت بوحديتها. يعني كيف قلنا ضروري ما غيتطلب مبرمج، وهذا الشيء راه حقيقي كيف كنشوفو في حياتنا في الواقع ديالنا واللي حولنا، ولا من تصاميم حقيقيه وماشي زواق. فلهذا منين جات هذه المعلومات المحدده من خارج الطبيعه، الطبيعه الخارجه لهذه المعلومات المشفره بداخل الحمض، هي مجموعه متكامله من المعلومات المبرمجه الموجهه لتكوين وتكاثر البشر الذكر والانثى معا. شو سبحان الله على قضية كيف معقده، يعني باش قلنا الحمض النووي ديالنا يعني كيحير عقول، ولا قضية معقدة، بحيث أن بيل غيتس يعني صانع الميكروسوفت قال لك يعني برنامج الحمض النووي من أصعب البرامج، ولا من أذكى البرامج اللي ما عمرهم واجهوها ولا يقدر يعني باش تصنع بحال هذا البرنامج. لأن سبحان الله هذا البرنامج من وراه خالق، سبحان الله، ما يعني ما جاش عن عبات ولا جا غير هكاك. اذا كيف قلنا، الا كان هاد الصور والالوان والكتابه ويعني نزلت في هاد الكتاب غير هكاك بدون مصمم ولا بدون اي حاجه، يعني راه ما نزلتش عبر الصدفه، يعني كان وراءها مصمم اللي كيجعلها التصاميم تطبع على هذا الكتاب. فما رايك في كتاب تعليمات الحياه اللي هو لدينا يعني الحمض النووي؟ يعني منين جات هذه المعلومات كامله اللي بنات الحمض النووي؟ يعني هاد الدراية والتدبير يعني ديال لدينا ما موجودش في يعني في اي ماده من المواد اللي تصنعات في الحياه، ما تقدرش تصنع لدينا، ما تقدرش تصنع الحمض النووي، لا يمكن، ما يمكنش. ويعني حتى قوانين الطبيعه ما عندهاش قدره على كتابه كتاب على هذا الشيء. منين جات هذه المعلومات يعني المحدده الدقيقه في كتاب تعليمات الحياه؟ يعني كيف كنشوفوا سبحان الله على هذا الشيء، منين جات هذه المعلومات المحدده الا اذا كان وراءها
مصمم رائع، مصمم أبدع في خلقه عز وجل، وهو الخالق لكل شيء، وهو الخالق لكل شيء سبحانه وتعالى. إخواني أخواتي، نطلب من الله نكون وصلت هذه المعلومة يعني، وكنطلب من أي ملحد ولا أي ملحدة يعني ما تشوفوش هاد الحياة يعني باستهتار ولا حنا غير هكا، لا، راجع نفسك أخي وأختي، عرفوا بأننا ورانا خالق، رحنا ما خلقينش يعني غير من العدم هكاك جايين، لا كيف قلنا، راجعوا هاد النقاط اللي قلت لكم، شوفوا هاد كتاب تعليمات الحياة سبحان الله، يعني شوفوا هاد الخلق اللي خلق الله، لا من الألوان ولا من، تأملوا غير في خلق الله، وشوفوا يعني، وكان هاد التطور يعني بحال كي قال داروين، كنا قرودة ولينا إنسان، كيف يعقل يعني هاد يعني هاد التطور، حنا تطورنا وحبسنا لدابا، يعني إلا كان تطور راه ديما كيكون تطور، يعني التطور تيستمر، ما يمكنش. إذا إلا جينا نشوفوا قضية التطور باش طورنا، شنو نقولوا مثلا، كانوا عندنا العينين ما كانش عندنا الفم باش غادي ناكلوا مثلا، كانوا عندنا الودنين ما كانش عندنا العينين باش غادي نشوفوا مثلا بحال هكا، ولا اللي شكون اللي سبق العين ولا الودن ولا الفم ولا، يعني خوتي خواتاتي، نطلب من الله نكون استفدنا جميعا، ونحترم الموضوع للفلوق الجاي ان شاء الله، والسلام عليكم، واستودعكم الله في رعايته.